السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. لما فكرنا في البرنامج ده كان هدفنا الأول هو الطفل، إننا نوصل لدماغه وتفكيره ونقدر نعبر عن مشاعره ونساعد الأب والأم إن هم يوصلوا بأولادهم ويتفاهموا معاهم صح، علشان هدفنا هو الطفل الصغير في الأول وفي الآخر. ليه الطفل الصغير؟ لأن الطفل الصغير هو اللي بيبدأ دلوقتي، هو بيبقى المجتمع في المستقبل، وطبعا إحنا عايزين نساعده إن هو يخلق عادات وأفكار جديدة تكون كويسة وتكون متماشية مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. علشان كده لازم من دلوقتي احنا نكون لسان حال الطفل ده، ولازم الصحافة نلاقي فيها صفحة مخصصة ليه تخاطبه وتشوف احتياجاته بأعماره المختلفة، زي ما في صحافة في المرأة والسياسة والتحقيقات والحوادث وكل ده، لازم يكون في صفحة للأطفال. فقررنا نفتح الموضوع ده مع ضيفتنا اللي منورانا أستاذة أسماء عبد المحسن، كاتبة وباحثة في أدب الطفل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عايزين نعرف من حضرتك في الأول يعني إيه هو مفهوم صحافة الطفل عموما؟ والله من وجهة نظرك. أولا أنا سعيدة إن في حد تطرق أصلا للموضوع ده. مفهوم صحافة الطفل المفروض إن أنا اشتغلت في الصحافة من زمان كمان حتى الآن. هي دي دراستك يعني صح؟ لا أنا لسانس حقوق بس كانت الصحافة والكتابة عندي وهي من زمان. من أيام من اعدادي كمان. تمام. وبدل ما اتدرب في المحاماه من اولى كليه ابتديت اتدرب في الصحافه وذاكر صحافه وكده. انا كنت هدخل صحافه وقبلتني بس بابا قال خليكي مع اخوكي حقوق زي وكده. تمام. بس طبعا والله هو صحافه ليه اهتميتي بصحافه الطفل؟ والله اولا انا كاتبه الطفل، ثانيا لا ليه في البدايه خالص يعني انت لما اخترتي الكتابه ليه يعني خليتي ان انت تكتبي في الطفل؟ والله يمكن يكون النشأة بتاعتي اللي انا اصلا من سوهاج وقروية، فممكن تكون الطبيعة اثرت شوية في موضوع الخيال. الاطلاع على كتب الاطفال المكتبة الخضراء احنا عندنا كان المدارس الحكومية عندنا كانت نموذجية، فكان عندنا المكتبة الخضراء وكان عندنا هسه المكتبة والقراءة والاطلاع على الطفل وما كل ما يخص الطفل كان موجود عندنا، بجانب الطبيعة طبعا، بجانب ان احنا كاطفال نفسنا خدنا متسع من الحريه الطفوليه، انك انت ازاي كطفل تتعامل مع طفل زيك وازاي تتعامل مع الكبير ومع الصغير وتعرف نفسك من خلال انشطه كتير، سواء المدرسيه سواء الاجتماعيه سواء حتى الاقتصاديه، يعني بقى لك مصروف حاجات كتير. كطفل طبعا خلاني انتبهت للطفل كصحافه فيما بعد، لانه مع الاسف في مجتمعنا يكاد ينعدم يعني مصطلح صحافه الطفل. لانه هو حتى احنا لما نلاقي في الصحافه تلاقي صفحه المراه والطفل ده اذا وجد، ايوه او المراه والصحه او كذا، وحتى المراه نفسها بيبقى لها ده موضوع اخر يعني، بس بتكون مواضيع اللي هي روتينيه نفسها. النقطه الاهم ان احنا تحديدا طفل اليوم ما عادش ليه طفل بمعنى كلمه طفل، دي اسس على اساسها بتتبني حياه. حيوات تانية. فانت علشان كده اتجهتي لصحافه الطفل، لان انا ما وجدتش للطفل اي اهتمام، خاصه ان انا عملت ابحاث في مجال الطفل وفي الطفل عن الطفل بصفه عامه للطفل وعن الطفل. اخر حاجه كان في المؤتمر الدولي لحقوق الطفل، كنت شاركت في بورقه شاركت في مؤتمرات للطفل يعني مؤتمرات دوليه وكده، فكان من ضمنها ان انا كنت عامله بحث عن عملت الطفل والتحرش الجنسي والثقافه الجنسيه للطفل وحاجات كتير. يعني حتى لما ده اللي خلاني ابتديت في الصحافه من سنين طويله ان انا اتطرق لموضوع صحافه الطفل. حتى لما كنت صحفيه في جورنال اسمه بلدنا اليوم وبعد صوت الامه والخبر الاكيد اخر حاجه، كان تخصصي في موضوع الطفل، ازاي نكتب عن الطفل، عمال تفكر اسمها ابني وابنك. ازاي احنا نتكلم عن الطفل، الطفل نفسيا جسديا فكريا، ازاي احنا نتكلم عن الطفل ده عالم، يعني احنا يكاد نكون ان احنا ما اصلا ما نعرفش عنه غير المصطلح الاسم الحروف فقط. طفل. فده اللي خلاني في الصحافه ان انا اتطرق للطفل، مش بس في الابحاث او الكتابه، لا الطفل، الطفل ممكن يجي له اكتئاب هو لسه مولود جديد. اكيد طبعا. ده ما كانش في بطن الام، لان الطفل اصلا بيحس بكل شيء في بطن الام. هو ممكن الطفل يجي له اكتئاب وهو في بطن الام يعني؟ والله هو معروف ان الطفل بيتاثر باي شيء بيتاثر بحاله المزاجيه للام. حاله المزاجيه للام، حاله صحيه. الطفل اصلا ممكن ينقذ، طبعا احنا مش هنتكلم للشق الطبي اللي هو ممكن اي لا الشق الطبي الاطباء يتكلموا فيه، الطفل ممكن ينقذ الطفل الام من جلطه مسبقه يعني.
طبعا اكيد الطفل طبعا اكيد بيتاثر، وده عن تجربه شخصيه. طبعا الطفل بيتاثر باي شيء بيحصل للام او بالعالم الخارجي بصفه عامه على فكره. طيب انت بقى من وجهه نظرك صحافه الطفل يعني ايه؟ صحافه الطفل والله هو صحافه الطفل مجتمعنا، او لو هنتكلم في الصحافه بصفه عامه مع احترامي طبعا، اللي هي مجلات الاطفال، ده مفهومه عندنا في مصر او في العالم العربي بالمناسبه. انا اطلعت على موضوع العالم العربي وبرضو عرفت انه ما عندناش حاجه اسمها صحافه الطفل، بس عشان نبقى فاهمين ما فيش حاجه اسمها. انت عارف حضرتك اكيد عارف يعني ايه صحافه بصفه عامه، فلما تدخل شق الصحافه في الطفل بصفه عامه، لا ما فيش صحافه الطفل بمعنى العميق للطفل. لا ما فيش صحافه الطفل. ايه المعنى العميق؟ هو في مجلات. طيب. المعنى العميق ان احنا بنتناول الطفل من كل النواحي، دي صحافه الطفل، ان انت تتعامل مع الطفل مباشر، ان انت تقدم الطفل اللي في الشارع تتكلم عنه، تقدم موضوعات الطفل اللي في البيت، تقدم موضوعات الطفل في القريه، الطفل في المدينه، الطفل المتعلم، الطفل الامي، الطفل الطفل جميع المستويات، اقتصاديا، نفسيا، دي نفسيا اهم حاجه طبعا، جسديا، اجتماعيا، الطفل تربويا، يعني احنا دي حاجات كتير. ده غير طبعا الطفل ذو احتياجاته الخاصه بالمناسبه. اي ما ده كان كان سؤال فعلا. ما دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها صحافه الطفل، انك انت صحفي تتعامل مع الطفل بشكل مباشر. ده الصحافه، دي صحافه الطفل. الطفل ان انت تتكلم عن الطفل وللطفل بشكل مباشر. يعني انت تقصدي مثلا انا زي ما بروح مثلا انا صحفي تحقيقات مثلا بنزل اعمل التحقيق، تحقيقات متابعات حوادث، انزل مع الطفل يعني قصدك كده؟ انزل اتعامل مع الطفل مباشر. احنا لما بننزل نعمل موضوع ثقافي. طب انا لما هنزل مع الطفل، طب انا يعني هعمل معاه حوار مثلا، ولا يعني هنزل هتكلم معاه في ايه؟ كل حاجه. بس حضرتك احنا يعني مع احترامي احنا مشكلتنا ان احنا مش مدركين عقليه الطفل. عقليه الطفل، الطفل عوالم بلا حدود بالمناسبه. والطفل يمكن بيدرك حاجات اكتر مننا. والطفل بيبقى عميق وكتوم اكتر مننا كاحنا الكبار. الطفل بريء. الطفل طبعا يعني هو بيبقى ملاك، بس احنا اللي بنشكله زي ما او الواقع او البيئه او النشأة بصفه عامه، سواء الاسريه او الاجتماعيه او التعليميه ايا كانت، الشارع، كل حاجه. ولكن الطفل طول الوقت هو في بطن الام نفسها، هو بيتعرض لعوامل خارجيه. العوامل الخارجيه دي بتاثر فيه بالمناسبه حتى من قبل ما يطلع للدنيا. العوامل الخارجيه دي هو بيستقبلها، هو دلوقتي كعامل هو مستقبل. طب يا جماعه احنا بنسيبه بيستقبل يستقبل، ما حدش بيقول له طب احنا ككبار بنستقبل، بنحاول نعبر عن ده بشكل سلبي بشكل ايجابي. هنلاقي صديق، هنلاقي حد قريب غريب، هتعرف تعبر بايا كان من الاشكال دي. لكن الطفل مشكلتنا ان احنا مش بنتكلم معاه، احنا هو بيستقبل. طب احنا عارفين هو جوه ايه؟ يعني احنا اكيد لو ما اتكلمناش معاه مش هنعرف جوه ايه، مش هنتكلم عليه، لان احنا ما عندناش ثقافه التحديث مع الطفل بالمناسبه. والطفل اللي بيعمل اكتر من حركه ده شيء، ده متعب، ده غلبيه. والطفل بيتكلم كتير وبيسال كتير، يا ابني انت مزعج ليه كده؟ يا يعني نرد يا ما نردش. ولو ردينا على بعض الاسئله مش بنرد على كلها، لان الطفل زي ما قلت لحضرتك هو بيستقبل حاجات كتير خارجيه، بس مش عارف يطلع اي حاجه داخليه. تطلع ازاي دي؟ اما في اطفال طبعا بتطلع بشكل سلبي اما يبتدي يكبر. وطبعا لما بيبتدي يعبر عن ده بشكل سلبي بيلاقي مستقبلات اصعب بطريقه اصعب. فهي دي المشكله، صحافه الطفل، انك انت تتناول مشاكل الطفل، تتناول الطفل كطفل. ايوه يعني دي مشكلتنا، ان احنا هم ثلاث حروف بس هم عميقين بشكل، يعني هو زي ما بيقولوا في الغرب ان الطفل هو البنيه التحتيه لاي ام واي مجتمع. طبعا انا لسه كنت بقول في المقدمه ان الطفل ده هو مستقبل المجتمع. لا احنا في انا اللي شفته من خلال دراستي ومن خلال الواقع العملي، احنا مش عايزه اتحمل، لان في ناس فعلا بتبقى فاهمه يعني ايه طفل، وان كانوا قله طبعا. ولكن هي الفكره مع احترامي يعني انا في لو ما انا لو كنت عملت بحث عن ادب الطفل في مصر والعالم العربي عبر التاريخ ودراسه مقارنه بينه وبين الغرب، احنا كنا بنخجل الكاتب لو كتب للطفل، كان بيخجل ويعملها حاجه في السر كده. يعني انت بتكتب للطفل ما تخبي كشاعر وكده، خبي. ده من ضمنهم طبعا العملاق احمد شوقي، يعني كان على استحياء وعمل لبنته، كان بيعملها جدي لبنته كذا. ده كان زمان؟ لا هو على فكره حتى الان برضو ده لسه ما زال موجود. ما زال، لان انا ككاتبه لما كنت بروح احتفاليه او اروح ندوه وكذا، انا حتى الان انا بعاني فكره. انا كاتبه اطفال انا بعاني، يعني دلوقتي حتى في الندوات والاجتماعات انا بعاني ان انا الاقي حاجه تخص الطفل
بصفه عامه يعني. يعني ما كنت بحضر حاجات، ولكن حتى لما تطلع لي شهادات شهادات تقديريه وكذا مش بيكون مكتوب فيها مثلا بيكتبوا الشاعره الكاتبه، ما بيكتبوش التخصص. طب لا، طب كاتبه اطفال مش بيستوعبوا. كبري دماغك عادي يعني، خدي اي حاجه. فانا بصراحه كنت برفض. بس هي الفكره، طب يعني هي دي المشكله، ان احنا كمجتمعاتنا العربيه فمصر طبعا، لان مصر كانت منهى للثقافه والادب والنشأة وحاجات كتير طبعا. طب انت من وجهه نظرك يعني، لو في مثلا الصحافه، صحافه الطفل في مصر تكون اشكالها ايه؟ والله يا صحافه عامه ما بيبقالهاش اشكال يعني. يعني الجرايد ومجلات والكلام ده يعني. مجلات طبعا، كتب، كتيبات، ولا نعمل كتيب؟ انا قصدي كده يعني، يبقى في كل الاشكال دي للطفل، ولا الطفل هيستقبل نوع معين واحد بس؟ يبقى ملحق صغير تابع للحاجات دي، ده هيدي اهميه اكتر للصحافه. لا، انا اقصد الطفل هيستوعب مجله ولا جورنال ولا كتيب. والله يا ولد حضرتك إيه؟ حاجه هو ولا ملحق الشكل اللي هتطلع بيه. يعني الشكل اللي هتطلع بيه الصحافه نفسها هتبقى عامله ازاي. لان المشكله ان احنا المجلات عندنا كوضع السم في العسل، لان احنا ما عملناش مجله مستقله استقلال ذاتي بمجتمعاتنا بعرفها وتقاليدها وقوانينها ونشاتنا. احنا حتى بناخدها وضعيه، بمعنى تقليديه، تقليد اعمى بصرف النظر عن قصدي كده. احنا خدناها من مجتمعات تانية بس ما عملناش حاجه هويه المجتمع المصري. لا، ما فيش مجله عربيه بالمناسبه ده ومصريه، عشان بس ما بقاش. هو دلوقتي في اجتهادات، ولكن الاجتهادات بس كان في زمان، انا يعني مش عارف بصراحه بتنزل دلوقتي ولا لا. كان في سمير، كان في مجلات للاطفال. هو بص حضرتك، كان في زمان بالمناسبه، عشان بس ما نتكلمش، مش عارف هي لسه بتنزل دلوقتي ولا لا يعني. بالمناسبه عشان ما نتكلمش عن زمان، فتره اللي هي بدا من 1889 اللي كانت بدايه من جلال عثمان، اللي هو اول ما وضع الطباعه على القوالب بشكل قوالب حجريه وبعد كده خشبيه والكلام ده للطفل، نقلا عن تشارلز بير والناس دي اللي عملت اول اللي هي حواديت العوزه وام البطه والكلام دي بتاعت عن القصص الفرنسيه والاشكال الفرنسيه، ابتدى ينقلها من، لان معظم الناشطين والكدارسين زمان كانوا كلهم بيروحوا فرنسا، فابتدت طبعا النهضه تحصل نقلا عنهم. بس هو بالمناسبه هذا بالطفل من ايام القدماء المصريين في مصر، وبالعكس احنا من اولى الناس اللي نهضنا موضوع الادب والثقافه والتربيه والنشا. ولكن انا بتكلم عن دلوقتي بالمناسبه، لان احنا بنتاخر، فكل ما نتقدم في الزمن بنتاخر. زمان طبعا كان في نهضه علميه وثقافيه اكيد وتربويه طبعا وتعليميه، ولكن انا بتكلم في الوقت الحالي، لان طبعا اكيد حتى لو كانوا بداوا عن استحياء زي معروف صرافي وفي العراق وناس كتير في الوطن العربي، مش بس مصر، لان مصر كانت هي الموطن الاساسي، كان اي حد يجي. ولكن انا بتكلم في الوقت الحالي، ان الناس دي على الاقل هي اللي نهضت بالمناسبه عن ادب الطب، وهي اللي رجعته تاني لمواطنه الام من ايام القدماء المصريين مصر. ولكن انا بتكلم على الوقت الحالي. زمان كان في كان في سمير للبنات، سمير للولاد، وكان في كذا وفي حاجات كتير، وكان اطفال زمان كان الى حد ما اكتسبوا معارف وخبرات كتير حياتيه ومعرفيه طبعا. طيب انت ككاتبه للطفل يعني، انت وانت بتكتبي كده بيبقى هدفك ايه؟ يعني ايه هدف صحافه الطفل؟ اكيد وانا سامعه ان هو يوصل لايه؟ بدات لما انا، بص اقول لحضرتك حاجه، هو انا لما ابتديت اعمل حاجه للطفل كان في الاول، وعلى فكره وبرده بتتحط زي ما حضرتك قلت في جانب الصحه والمراه. ما كانش بيتحط، ما فيش حاجه اسمها في الصحافه صحافه الطفل او صفحه خاصه بالطفل حتى الان. وان وضعت حاجه للطفل الكترونيا ورقيا بتتحط على اساس يا اما في خانه الصحه يا اما في خانه المراه او المراه والصحه، او مثلا اللي هي الصفحه العامه اللي هي بتبقى يا اما في الاخر دي. ولكن صفحه الطفل زي ما قلت لحضرتك لا، بس ممكن يكون في مثلا يعني هي بدايات في المواقع الالكترونيه دلوقتي بقت كتيره. ما انا بقول ممكن يكون موجود. لا هو موجود، ولكن ما فيش حاجه خاصه بالطفل. بيبقى في قسم، انا شفت بيبقى في قسم للطفل. ما هو في قسم ولكن مش بيتكلم. انت تقصدي الموقع كله ككل؟ لا هي بتبقى خانه خانه مع المراه، جزئيه معينه مع المراه او الصحه. ولكن كصحافه الطفل هو لا، انا لم التقي في اي جريده او مجله.
هي مجالات الاطفال دي، بس هي في مصر المختصه بالطفل، اللي هو الطفل اللي هو نظام القصص التصويريه، الالغاز، اللي قصدك اللي هي بتستخدم في المدرسه مثلا، الحاجات اللي بيطلع عليها طفل، اللي هو كمان مش الحضانه، هو طفل اللي هو بيقدر يلون فيها مثلا، بيرسم، بس من دي مش صحافه. لا مش صحافه، دي وجهه نظر، مش صحافه. لا ما هي فعلا مش صحافه، هو بيرسم بيلون، هي حاجات بتخص الطفل فقط، اللي هي نشاطات، ممكن نقول نشاطات، ممكن نقول اطلاع للطفل، ان انت لو هو كبير يبتدي يقرا قصه، لو هو صغير تبتدي الام تفتحها كرسومات، كالوان، كحيوانات وطيور بتلفت نظر الطفل، كأنتي بتحكي له قصه، بتشاوري له على الصور حتى لو كان لسه ما دخلش المدرسه. ايوه. طب انت يعني ككاتبه في للاطفال، انت بتكتبي الاطفال بتكتبي ايه؟ يعني بتوصلي لهم ايه؟ والله هو انا بكتب، هي بصفه مبدئيه يعني، هو انا بكتب على الطفل وليس عن الطفل فقط. انا المفروض ككاتبه ان انا انقل خبرات الواقع بصفه عامه كلها، ايا كان، بطريقه مبسطه للطفل، بطريقه مبسطه خياليه، شبه طبعا مباشره. الطفل ما بحبش المباشره نهائي في الكتابه، زي ما قلت لحضرتك الطفل ليه عوالم مختلفه، ليه ادراك مختلف، ولكن بيدرك كل شيء حواليه، ايا كان طريقه الادراك دي بتختلف. طبعا لازم اعملها بطريقه رمزيه، لان دي بتوصل للطفل بسرعه، بيفهمها، لان هو ذكي جدا جدا، بيفهمها جدا، بيستوعبها. ما بعيد عن التعليم والتعليمات، وال انك تقوله، فاكر حضرتك حاجه كانت في الكشكول او كتب من ورا، اللي هي زي نظام الارشادات او كده، بالظبط كده، اللي هو افعل ولا تفعل والكلام ده. لا لا الطفل ما بحبش الكلام ده خالص في الكتابه، اكيد طبعا. كل اسلوبك بيبقى ايه وانت بتوجهي له؟ والله هو المفروض اسلوب كتابه الطفل اصعب من الكبار طبعا، لانه يتم بنظام الاسلوب سهل ممتنع، يعني انا بعمل اسلوب سهل ولكن ممتنع، ممتنع عن عن المباشره، عن اسلوب المفردات المعقده، والمفردات برضو ايه اللي ما تبقاش زي اشبه بالعاميه، ولا برضو تبقى الفصحى المعقده، فبتبقى المفردات تبقى يعني بتوصل الطفل بشكل سلس. لازم طريقه الكتابه والسرد لازم يكون مقنع، ولازم يكون مركب، يعني كتابه الطفل مركبه بصفه عامه. الحدوته لازم تكون مقنعه للطفل، والا ممكن يرمي، مش هيكملها، مش هيكملها، مش هيبص فيها. اول لان الطفل ما شاء الله ذكي، بيستوى اول حاجه بتلفت انتباهه على طول، يا انجذاب يا لفت نظر، صرف نظر عنها بشكل نهائي، مش هيرجع لها تاني. فبتبقى الكتابه، وطبعا التطويل صعب. بيختلف طبعا، ما ينفعش تطول قوي او تقصرها قوي، على حسب يعني كتابه الطفل، القصص نفسها بتختلف، في القصيره، في المتوسطه، في القصيره جدا، في الطويله، على حسب. ده بيبقى في المواقع الالكترونيه ولا بيبقى في الجورنال الكلام ده؟ لا هو الكتابه للطفل بصفه عامه، يعني انا بكتب بصفه، انا بتكلم على الكتابه، يعني انا قصدي، انا اقصد لكن ان هي بتنزل، هي اللي بتنزل هنا صح؟ يعني مثلا انا عملت الجورنال، هو ممكن عايز ينزل قصه مثلا لجورنال، او يعني انا قصدي انا كتبت مثلا حاجه للطفل، يعني بتختلف؟ بتختلف، لان الكتابه الجرايد دايما بتميل للقصه اللي بتبقى مش طويله، ومش برضه مش قصيره جدا. ايوه يعني في في الالكترونيه بتكون واخده راحتك في الكتابه. يعني على حسب، يعني هو دايما بيفضل في الصحافه بصفه عامه لما ينشر قصه للطفل ما تبقاش طويله قوي، لان بقول لك انا ليا خانه معينه. يعني مثلا المقال يكون في حدود كام كلمه مثلا؟ 500 كلمه مثلا؟ كده 500 400 600، بس ما اعتقدش يزيد عن كده، 700 حد اقصى، ما تزيدش عن كده، لان هو زي ما قلت لحضرتك لسه على استحياء. ابتدت الجرايد من كام سنه ابتدت تنشر زمان طبعا. طب ليه من وجهه نظرك، يعني ليه احنا متغافلين عن الجانب ده؟ اقول لحضرتك مبدئيا، بس هرجع شويه ورا، زمان كان في حركه ثقافيه ما شاء الله كانت كبيره، لدرجه ان كان ثلاثيه نجيب محفوظ اول ما نزلت نزلها ويوسف سباعي في، كان بتنزل في الجرايد، يعني كان بينزلوا الروايه ابواب ورا بعض في الجرايد، كانك بتقرا حاجه اسبوعيه. احنا دلوقتي ما بقاش نهتم، اولا زي ما قلت لحضرتك في عوامل كتير،
هو ممكن في ناس كتير بتقول لك العمل الاقتصادي اثرت الى حد كبير على ان احنا متغافلين لان احنا ما بنكتبش هو دلوقتي للطفل بقى يعني. كله بيقول لك انا يا دوب اكل واشرب عيالي، بس هي المشكله احنا مش هنحط لعبة ماشي، على رب الاسره، بس هو دلوقتي ولكن هو الانترنت بقى بيتغافل موجود. حاجات كتير حضرتك، لان هو المشكله مش في كده. ما هو احنا لازم برضو، ما فيش حاجه اسمها احنا وقعنا اقتصاديا هنوقع طفل هتقع امه كامله. هي طبعا الفكره دلوقتي ما بقاش فيه اهتمام. اولا احنا اصبحنا امه لا تقرا، وحصل ما اعرفش الاسباب ايه، بس انا مش عايزه احطها على مش كله الاقتصاديه. عامة يعني، لا في ناس لسه بتقرا. لا انا مش بتكلم بالناس بالمناسبه على القله، لان هو الطبيعي ان يبقى الكثره، الطبيعي يبقى الغالبيه، ما لازم يبقى في القله ولا يعني خلاص كده كل حاجه هتنتهي نهائي. طبعا انا بتكلم عن المفروض اللي يكون، لان هو مفيش حاجه في مجتمع عايز ينهض ببنيته التحتيه من مفيش غير ما حاجه يهتم بالطفل. اسمها اهتم بالقله اللي اقول عليهم كذا، ما هو لازم تهتم بيهم، بس بالمناسبه محدش مهتم بالقله عشان مثلا بقى واقعيين طيب انت واقعيين. دلوقتي، هو انا مش تشاوميه، لا ولكن مش قصدي، لا انت الفكره هو دلوقتي ده الواقع. يعني احنا دلوقتي احنا بقى عايزين دخلنا، نوجد حلول بقى. ما انا هقول لك حاجه، احنا دلوقتي ما بقاش المشكله بقى في ان ما فيش اصلا صحافه الطفل، بقى مشكله اصلا ما فيش ناس بتقرا، فاحنا بالظبط، ما هنحل هقول لك، المشكلتين ما انا بقول لك دلوقتي. من ضمن الاسباب ان احنا اصبحنا امه لا تقرا، ان احنا اصبحنا. طب ليه يعني، ليه من وجهه نظرك؟ والله هو في عوامل، اقول لحضرتك حاجه احنا برضو مش هنقدر نعمم، لان مش الحاجات دي هنعمم. عايزه لو دراسات احنا وعايزه بنتكلم، ابحاث لو احنا مش بنتكلم عن واستمارات واستبيان والكلام ده. حاجات كتير، فلو ولكن انا انت بتكلم عن شايفه وضع. كده، يبقى من الوضع، وجهه نظرك ليه ده ليه وصلنا لكده؟ ما انا بقول لحضرتك الوضع اولا، والله وانا مش عايزه اعمم، انا مش بعمم اصلا بالمناسبه خالص، تمام. ولكن انا بتكلم من خلال دراساتي انا، دراستي انا، ومن خلال اطلاعي انا. تقصدي يعني طفل بقى مهتم باللعب وبال لا هي مشكله مش الطفل اصلا، هو طفل اليوم بالمناسبه طبعا غير طفل زمان، طفل الماضي او طفل الامس، لان طفل اليوم طبعا اكيد في وسائل عشان تكنولوجيه المتغيرات حديثه اللي دخلت ظهرت دي. كتير طبعا، دي اكيد ليها عامل مؤثر، ودي طبعا اكيد اثرت، ولكن دي برضو احنا ممكن احنا كمجتمع لو كان في اهتمام في الموضوع كان ممكن ندخله من خلال الحاجات دي. زي ما احترامي يعني من خلال البحث، اخر بحث عملته هو مع احترامي يعني، هو فكره تجار الرقيق الجنس بالطفل والكلام عبر العالم، هم دخلوا الطفل ازاي؟ مش دخلوه من اساليب التكنولوجيا الحديثه؟ ده حتى الالعاب اللي بيلعبها الطفل هم استغلوا الموضوع ده ودخلوا فيه الموضوع ده. هو في حاليا دلوقتي اللي اكيد بتتكلم طبعا عليه؟ تجاره الجنس للاطفال دي اصبحت ظاهره عالميه، مش بس في مصر والعالم العربي، دي اصبحت ظاهره عالميه. ولكن هم الفرق هناك من هم ابتدوا ايه؟ ابتدت بيبقى في منظمات خاصه بكده، في جهات رقابيه لكده، ابتدوا يتحركوا فعليا، لان هم هناك اكيد الوسائل والحياه هناك طبعا ايقاعها واثارها التقدميه اكتر مننا، ولكن اثارنا المتاخره اكتر، فهو اختلاف. لكن اكيد طبعا دلوقتي هم دخلوا من خلال ايه؟ ما الناس دخلت من وسائل التكنولوجيا الحديثه. طيب انت شايفه دلوقتي احنا ليه ما بندخلش كده للطفل؟ ما هو بقول ما انا لحضرتك لسه هقول لك، هو جيل التكنولوجيا اللي هو موجود دلوقتي في السناب شات والفيسبوك والانستجرام والكلام ده، شايفه ان انا هقدر مثلا اقول له امسك جورنال واقعد اقرا فيه؟ لا هو احنا مش هنقول له كده طبعا. هو في حاجه كان في الشريعه الاسلاميه مصدر مهم اسمه مصدر القياس. القياس انك يعني كان ده صالح لكل زمان واوان، انك انت ازاي القياس؟ انا مش هركب الجمل زي زمان في الصحراء. هي. لا فربنا في القياس بيقول لك ايه؟ كل عصر ليه الوسائل اللي تناسب العصر الحالي اللي هو فيه. فدلوقتي بنركب تاكسي، طياره، عربيه، صح، قطار، كذا. حضرتك انا دلوقتي اتحطيت قدام امر واقع ان انا تعرضت وسائل تكنولوجيا حديثه لطفلي. بجانب ومأثرة عليه بشكل كبير. اكيد طبعا. بجانب ومش هتقدر كاسره انك انت تمنع الطفل كليا ان هو يستخدم الحاجات دي، لان هي دي الواقع بتاعه. هيشوفها لو مشافهاش في البيت، هيشوفها بره، هيشوفها المدرسه، هيشوفها كذا. فاحنا ابتدى حتى بس اقدر اشغله بقى بحاجه تانية. بص اقول لحضرتك، انا دلوقتي يعني انا مثلا دلوقتي انا معايا طفل، دلوقتي انا بحاول اعمل له ايه؟ هو مبدئيا ما ينفعش حاجه تلغي الطفل الكتابه ولا القراءه ولا الحاجات المرئيه والكتابيه، ما ينفعش تلغي مهما كان العصر اللي احنا هنوصل. اكيد دي حاجه. الحاجه الثانيه هو المكتبه الخضراء عامه اتلغت، يعني مش اتلغت، ما بقاش في المدارس اهتمام بحصه المكتبه، ما بقاش فيه اهتمام بحصه الالعاب، ما بقاش اهتمام بحصه الانشطه. انا بتكلم ككرويه من طيما مثلا مركز سيما سواج، كقريه اسمها كوشكاو،
احنا كان عندنا حصه العاب، دي كانت ساعه وسط الحصص. ايوه ننزل الحوش نلعب كذا، نعمل العاب كذا، الكلام ده. حصه المكتبه احنا ازاي المكتبه، الاستاذ يجيب لنا نقرا في حاجه اسمها تلخيص كذا، تقوم انت تشرح القصه، عبرت عن ايه، استفدت منها ايه كطفل، الكلام ده كطفل. وطبعا اختلاف المراحل العمريه كل سنه بتختلف، لازم المكتبه تبقى مختلفه. حصه الانشطه كان في حاجه اسمها حصه الانشطه، التدبير المنزلي وال ده حصه الانشطه دي كمان غير التدبير المنزلي. التدبير كانت حاجات اختياريه. حصه الزراعه كان عندنا اسمها حصه زراعه، بننزل الحوش الاستاذ بيورينا بنعمل في الورد، بنعمل وحصه صيانه. حصه الصيانه علما حتى لان احنا من اطفال ابتدينا نركب، كنا بنروح الصنفاره الكتابه نركب كذا. المرحله التاسيسيه للطفل في مصر ما عادتش موجوده دلوقتي كمدارس حكوميه، ما عادتش موجوده، مع انه التعليم الحكومي هو الاساس في مصر. في دوله بالتحديد احنا دوله نقول ان احنا ناميه. انت دلوقتي انت نسبه طبعا التعليم الحكومي عندك كام؟ 60%؟ اذا كان التعليم الحكومي 60% مش متاسس صح، هتنشئ ازاي طفل تعليميا ومدرسيا؟ احنا كده هندخل بقى من ضمن الحاجات، انا بتكلم من ضمن النشأة التعليميه او المدرسيه، لانه انت حضرتك دي حاجه اساسيه. التنشئه الاسريه طبعا حصل تغافل، ما انكرش ان طبعا حصل تغافل كبير. طبعا هيقول لك رب الاسره انا يا دوب بوفر ايه، ولا ايا كانت طبقات بالمناسبه، ولكن انت الام دلوقتي ده غير ان خروج المراه نفسها للشارع اصبح اكبر ان هي بتطلع وبتشتغل. صح صح، هو المفروض دلوقتي المراه يعني نسبه الامانه في مصر المراه كبيره جدا، والمشكله اكبر. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طيب لان ده كان طلب المراه، يعني دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ مش بتكلم عن كده حضرتك، انا بتكلم عن فكره ايه، ما هو طبيعي لازم تعمل المرأة بالظبط كده، مش بتكلم عن عمل المرأة، ولكن بتكلم اللي هو فكرتين. الضغط الاقتصادي اضطر ان الست تطلع مع جوزها تشتغل اي شغل، حتى لو الشغل ده منافي نهائي، منافي نهائي لشغلها يعني التاني. انا دلوقتي بقيت بشوف ست واقفه في الشارع بتنظم العربيات وبتمسحها. كان في سواقة ميكروباص، سواقة تاكسي، كل ده شفناه. انا دلوقتي بقيت شايفه حاجات كتير ما كانش موجوده قبل كده. ما كانش، لا يعني طبعا معروف المراه عامله ايه المشكله. ايوه انا بتكلم عن فكره دي حاجه تانية بالمناسبه. نسبه الهجر والطلاق والطلاق دي اصبحت كبيره جدا في مصر. يعني انت تقصدي ان كل ده كل دي اسباب؟ انا دلوقتي نسبه المراه المويله في مصر، انا عملت بحث فعلا، المراه المويله والهجر والكلام ده كله دي دلوقتي حضرتك عدت 60%. طيب انا عشان بس عشان نرجع بس الموضوع، الست تطلع عيالها بتشتغل. طيب علشان نرجع لموضوعنا، وسط كل اللي انت قلتيه انا فاهم، وسط كل اللي انت قلتيه ده ازاي يعني اخلق العاده دي عند الطفل؟ يعني اخليهم وهم اطفال ينجذبوا للقراءه، ينجذبوا ليمسكوا جورنال والكلام ده، فاهمين قصدي؟ حضرتك اولا التنشئه الاسريه، التنشئه المدرسيه زي ما قلت لحضرتك، المدرسه لها دور كبير جدا جدا جدا. لازم ترجع يا جماعه، لازم يعني تقصدي مثلا الصحافه المدرسيه لازم ترجع؟ لازم الصحافه والانشطه المدرسيه. حصه المكتبه دي صحافه في حد ذاتها، يعني حصه المكتبه دي زي في حد ذاتها. احنا كنا كان في حاجه اسمها مجله الحائط، في حصه التعبير، حصه التعبير دي كانت بتدي الطفل مجال كبير ان هو ازاي يعبر عن نفسه. لو هتقولي للاب والام ان هم اساس تربيه طفله، تربيه الطفل، لا لو هتنصحيهم ازاي ان هم يساعدوا اولادهم ان هم يبداوا يقروا ويرجعوا للقراءه تاني ويقروا مثلا قصص، يقروا الكلام ده كله، أقول تنصحيهم بايه؟ اقول لحضرتك حاجه، والله هو انا بتكلم هنبدا بالطبقات اللي هي امكانياتها بسيطه جدا، وده طبعا لازم يتم مساعده خارجيه بالمناسبه برضو، عشان بس يعني انا بتكلم مع حاجه تانية برضو عشان هم مش هيقدروا لوحدهم. ولكن انا بتكلم على حاجه، انا دلوقتي لازم يتم الدعم، لازم نرجع تاني لموضوع الدعم. لازم سواء من قبل الدولة أو الناس أو المختصين أو الجهات الأخرى للأسرة نفسها. الفكرة إحنا مش عايزين شوية ندوات يتعملوا للمرأة ويتعمل للأب، أصلاً مفيش حاجة، ما فهمناش حتة الأب والأم والكلام ده يتعمل لهم ندوات، ولكن لو عملنا شوية ندوات إحنا مش عايزين شوية كلام وتحطوا لهم حلول أساسية ودعم من كل ناحية. أنا بتكلم دلوقتي على الطبقات البسيطة، لأن أكيد الطبقات التانية أياً كان بإمكانهم يحطوا للطفل، وأنا مش بتحامل عليهم، ولكن هو الثقافة في حد ذاتها احنا كمجتمع ما عندناش حاجة اسمها استثمار ثقافات، دي مشكلة. احنا
دي مشكلة دلوقتي. احنا بنتكلم عن ايه؟ انا دلوقتي معايا طبقة بسيطة، احاول اخلي الاب في حاجات دلوقتي. انت الطفل لما بتمسكه تمسكه، احنا عايزين نصيحة عامة لكل الطبقات. نصيحة عامة ان احنا نبدأ للطفل من سن سنة، من سن سنة، لان الطفل بيفهم كل حاجة من قبل سنة بكتير كمان، لان استقبال السمع عنده كبير. يبدا يقرا من سن كام بالظبط؟ لا هو يقرا ما ينفعش كطفل انك انت تخليه يقرا، لا انا هحكي له من سن سنه. ما هو انت بتنشئ الطفل، بتنشئ الطفل تنشئه يبدا يقرا صحافه من سن قد ايه؟ صحافه الطفل؟ لا هو ممكن تخليه تشغله مرايا، صحافه الطفل مرايا. بمعنى ايه؟ هو المشكله دلوقتي الطفل ده لحد 13 سنه، انا اقصد يعني يبدا يقرا من سن كام؟ هو يبدا يقرا من سن سبع سنين. لا انا ضد فكره النظام الحالي اللي هو يخلي الطفل في الحضانه والكلام ده يكتب ويقرا، لانه دي حتى طبيا مش دي بتاثر على الاطراف العصبيه للطفل اصلا. في قصدك في المراحل الاولى خالص، في المراحل التاسيسيه، المرحله التاسيسيه. لا الابتدائي، لا ابتدائي طبعا، يعني المفروض ما هو القراءه الفعليه ابتدائي، انا ما اقدرش اقول غير كده. لانه فكره الطفل يقرا حضانه، لا انا ضدها، مش ضدها، ولكن هو الاستقبال اللي هو حضرتك انا برضو اطلعت برضو لحد ما طبيا الموضوع ده ونفسيا. هو ال هو كطفل يقرا من ابتدائي تمام، من ابتدائي، لكن مرئيا ممكن من الحضانه. طيب تمام، لان ده كان برضو ده كانت اجابه السؤال ده مهمه برضو، علشان برضو الاب مرئيا كده، لان يقدروا يعرفوا بس لازم يبقى حد. للاسف الحلقه خلصت، هو الموضوع يعني موضوع كبير برضو، كان في اسئله ثانيه كتير برضو انا ما لحقتش ان انا اطرحها برضو على حضرتك. بس بنهايه حلقتنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه، وبشكر برضو استاذه اسماء عبد المحسن كاتبه وباحثه في ادب الطفل، شكرا ليكي. شكرا لحضرتك، واستنونا في حلقه قادمه من برنامج اولادي جننوني.